انا عايز اسال في اللي جاي، اللي جاي احنا بنقابل فنيات ولا فنيات ومهاره بدنيه كمان ولياقه بدنيه؟ طيب اقول الحته هرجع بتاعتي لك اللي قبلها، بسؤالي عن احنا لياقتنا انا البدنيه هرد على حضرتك في حته اللياقه البدنيه بالنسبه للعيب المصري. ما ينفعش اللعيب اقدر اديه لياقه بدنيه او نمي جسمه بعد ما كبر، بعد ما بقى 19 و20 سنه. لازم من الصغر. من الصغر دي بقى عايزه ممكن يبقى حلقتين او ثلاثه عشان نقدر نتكلم في الموضوع ده. صح. انا مسؤول عن المسابقات الناشئين اللي موجوده في القاهره كلها. دي مرتبطه بحاجات كتير قوي، بالتغذيه وهو صغير، بالتغذيه، باسلوب الحياه نفسها، بالتاهيل الذهني كمان. ما انا لازم ااهل الولد ذهنيا انه يبقى لعيب بعد كذا، لعيب منتخب مصر، ولازم اديله الحافز. من الحافز ده هو هيهتم باكله، هيهتم بشربه، هيهتم بتدريبه. لازم اجيب له مدربين على مستوى عالي من الصغر، ومش اي مدرب ومش اي لعيب النهارده ببطل بكره امسك تدريب. ما ينفعش الكلام ده. يعني احنا واحنا صغيرين كان عندنا في النادي الاهلي ال 12 سنه وال 13 سنه، ويمكن محمد عارف الكلام ده، مدربين كبار، لان التدريب الولد الصغير اصعب من تدريب الكبير. الكبير ده جاي جاهز، عارف بيحفر عليه، بتدي له بس التكتيك اللي انت عايزه تعمليه جسمانيا وبدنيا. لازم يؤهل كويس قوي قوي. احنا يعني معظم تكويننا المصريين مش زي الافارقه. الافارقه بيطلع هو جسمه قوي نتيجه لطبيعه الحياه اللي هو عايشها في افريقيا. وهقول لحضرتك ملاحظه وصححها لي، اتفضل، عشان لسه كنا قبل الهوا بنتكلم عن منتخب اليد. صحيح. انا بلاحظ انه ابطال اليد اطوالهم اكبر، بنيانهم الجسماني اكبر. دي ملاحظه صح ولا غلط؟ هي صح، بس اللعبه متطلبه كده. زي السله بتتطلب لعيبه كبار، يعني طوال، باستثناء مثلا البلاي ميكر. بصراحه يعني مش خلفيه ثقافيه، بصراحه احنا مثلا عارفين ان احنا لاعبتنا طلعوا من احيائنا الشعبيه، الناس اللي جايه من يعني بشقى وتعب كده. تمام. فهل فعلا تغذيه المصريين على مدار السنين ممكن ننتبه لده ونطلع بقى منتخبات في اللي لازم ننتبه لده؟ ده اساسي. البيت، والبيت بمساعده مثلا نادي. الولد اللي هو بيروح النادي دلوقتي وهو عنده 9 سنين بيبتدي، فتسع سنين ده لسه بيتكون. فازاي يكون عندي في النادي واحد يبقى ماسك التغذيه دي ولاد الصغيرين، ويبقى في كونتاكت مع البيت ده فيه عشان يقدر. حوالي مليون ام هتشوف حضرتك دلوقتي تقول لك الحق اعمل ايه؟ اللي مهتمين ان ابنهم يبقى لازم ياكل كويس، لازم كمان يغير من اسلوب حياته. ما فيش احنا طبعا دوله غير الدول اللي في العالم كله بنسهر 24 ساعه. بره ما عندهمش الكلام ده، انت عارفه بره بان الدنيا تظلم خلاص الناس بتبتدي تأهل نفسها تنام. احنا الولاد بيسهر لغايه الساعه 2 و3 ويقوم الصبح الساعه 8، ما بيلحقش يفطر كويس، بيروح. كل الكلام ده بتعوق النمو الطبيعي بتاع الولد. فكل الكلام ده لازم، لان لو ما عملناش القاعده سليمه هنطلع تبقى تلاقي منتخبات ايه النهارده بالصدفه، المنتخب بتاع الاولمبي مثلا مشي كويس، تلاقي المنتخب اللي بعده او منتخب الناشئين. احنا دايما منتخبات الناشئين الصغيره بنطلع عشان برضو الفروقات الكبيره. اما الولد بيكبر وبيبقى الاعمار متساويه، يمكن بنبتدي نحاول ننافس شويه نلحق في المستوى. انما قصه كبيره يعني. مش الكابتن محمد بيقول على موضوع السهر ده، وبرضو صححوا لي، لان انا عارفه ان الجروث هرمون او هرمون النمو بيحصل والطفل نايم وفي مواعيد النوم الطبيعيه، مش في النوم المشقلب ده. مظبوط. عشان كده بنطلع قصيرين. الجسم بيستفيد بالهرمونات اللي بتفرز دي من النمو فعلا، بالذات من النوم بدري. كانوا بيقولوا لنا من 10 ل 4. يعني في ناس تقول لك في ناس تقول لك ايه مثلا، ممكن انام الساعه 2 3 الفجر وهفضل نام 9 ساعات لغايه الساعه 11 و12. لا ما عملتش حاجه طبعا. انا بقعد اخوف بناتي اول ما الساعه تعدي 10 اقول لهم خلاص مش هنطول، في ساعتين من الطول راحوا.